السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عزيزي المتابع، جبت لكم شوية ديال ستوريات ديال إكرا فيلانوفا، ستوريات فاش عودت قصتها مع المرض ديالها، وعودت لكم بأن الوالدة ديالها غادي تجي عندها وفرحانة، وكنتمنوا لها الشفاء العاجل، لأن هاد السيدة فعلا إنسانة طيبة وما كتأذيش أي حد، عمرها جرحت أي حد داير القناة ديالها ودخلت وقرصها، غير مسكينة مع هاد المرض. الله يشافي الجميع. كنتمنى تتبعوا هاد الستوريات وتخليو لينا شي تعليق وتبارطاجيو القناة باش نحطو لكم ستوريات ديال المشاهير كما وعدناكم في هاد القناة. كنتمنى فرجة ممتعة للجميع. انا توحشكم وتوحشكم وبزاف بزاف 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 والله الا توحشكم. المهم التليفون ما كانش عندي، داكشي علاش كنت غابره، كنت محبوسه، ما عندي لا تليفون لا والو. الحاجه الوحيده اللي كانت عندي واحد الام بي 3 كنسمع بها الموسيقى وصافي، يعني كنت ما عندي والو باش نتواصل معاكم باش نهضر معاكم حتى حاجه، كنت كاو. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، توحشتكم بزاف بزاف والله العظيم توحشتكم، ولكن الحمد لله خبر زوين غيعجبكم غادي تشوفوه معايا. امتى؟ المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، واحد الانسان عزيزه جايه عندي، يعني اش غنقول لكم، غنبرى البنات، غنبرى، شوفوا غنبرى مني هاد الانسان غتجي عندي وغنعنقها، غنبرى صافي صافي، كلشي غيفوت، كلشي غيتنسى، كلشي غادي، حقاش ماشي ساهله باش غنقول لكم. منين غنبدا لكم؟ منين غنبدا لكم؟ ما يمكنش نقول لكم كلشي في ستوري. المهم الغزالات ديالي بلا ما نبقى نبربل عليكم في ستوريات، انا شاده القنت في السبيطار اختي السبيطار. المهم بلا ما نبقى نبربل عليكم في ستوريات ونبقى نعاود لكم بلا ديتاي الصغار والكبار، راكم عارفين البنات من نهار ما تبا، من نهار ما تبا وانا مريضه، من نهار ما تبا وانا مهزوزه، زياده على ذلك المشاكل اللي كنعيشهم شي تزاد على شي، وانا المرض واحد المرضى خايبه، المرضى خايبه، مرضى خايبه، اكثر من المرضى اللي مرضت في 2020، اكثر من المرضى اللي مرضت في 2020، يعني هاد الهزه هادي كانت قوى بكثير. المهم هادشي ان شاء الله غنعاودو لكم في القريب، وان شاء الله المهم شكون اللي غيجي عندي، غتجي عندي الوالده ديالي بلا ما نبقى مخبيه عليكم، ماما جايه وغتبقى معايا واحد المده طويله ان شاء الله. يعلم الله شنو كاين في القلب، يمكن من بلك النهاري وما داخل ما يضل حظ، الدنيا حقارة وكاع ما كتحس بالذنب، وكاع اللي كنثيقو فيهم خارجين لينا من الجنب، قلبي مقبرة وجراحي اللي طوارة خلاني تستمع اموري ونقد مسائلي وكل شيء. المهم هادشي اللي كاين، وبوسة كبيرة وتهلاو ليا في راسكم. مازال ما قررش، كنتمنى نخرج من هنا الاسبوع، لحقاش كما قلت لكم باقي ما عطانيش الاوكي 100% انا اللي نخرج. المهم هادشي اللي كاين تهلاو ليا في راسكم ونتشوفوا ان شاء الله. دابا ما عرفتش شكون تيخرج هاد الهضره وشكون تيقول عليا مدمنه، والله العظيم زعما شنو نحتاج نحلف ليكم، ما عندي لا ادمان لا حتى حاجه، عندي ثنائي القطب في جيناتي، في جيناتي مريضه، في جيناتي ما بغيتش هاد المرض، ما كنتمنى حتى لواحد اش من ادمان. الورقه ديال الطبيب الا بغيتو مني خرج يعطيني البريف باش ندير سميتو نسكانيها لكم ونحطها لكم في الانستغرام، قراوها بنات تيقراو في المانيا ولا تيعرفوا المانيا راه غيقراوا شنو. انا ما دخلت لا على ادمان لا على والو، دخلت لحقاش الضغط دار لي البيرن اوت، والبيرن اوت تيدير الفصام، الفصام تيدخلك في السكيتسوفرينيا، شتي علاش دخلت السبيطار؟ اش من ادمان الله يهديكم، تديو في الذنوب هكاك والله الا حشومه والله. تندخل تلقى شي ثلاثه التعليقات كتبين لي داك راه الادمان اللي دارها لي، والله حتى حشومه، قسما بالله حتى حشومه عليكم. عرفت دابا دخلت نقرا في الميساجات تيكتبوا لي البنات انتيا مدمنه، ديال علاش اختي مدمنه، ديال اش مدمنه خالي، مدمنه على الطرش اويلي انا مدمنه والله العظيم الا تيجوني داك الكاي الغزالات ديالي. كنحاول نستمتع بهذا النهار لحقاش بغيت نرجع للسبيطار غيتسدو عليا البيبان تاني، وسيري سيري سيري لابيلا والفراري الوطنيه ولا شي حاجه بحال هكا. والمهم هادشي اللي كاين، طبطبوا ليا مع راسكم وتبرعوا ليا وزيدوا هاد 5 اورو باكرام كود برومو، وانا غنمشي نتغدى دابا
ونمشي نشوف اختي اش دايرين الغدا. تهلاو ليا فراسكم بوسه كبيره. واه جاتني القنطه ما عرفتش ما ندير. جاتني القنطه 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 القنطه. المهم الغزاله ديالي نتمنى تكونوا نتوما مزيانين وبخير ولاباس. المهم نوض نكون نضرب بواحد التدويشه باش نتسرح شويه نسرح اعصابي ونعاود ثاني نجي لبلاصتي ونعاود نخرج شويه ندور. المهم مابقاش بزاف الايام الاخيره اللي تندوز فيها ديال السبيطار هي هادي. مابقاش ليا داكشي معدود، ساعات معدود، ايام معدوده. المهم نتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيانين. هذا هو المهم، تكونوا غير بصحه جيده بصحه نفسيه جيده. هذا هو المهم. عاتو راه تقطع لك ايدك ولا رجلك وما تمرضيش بسيشيكمون، ما تمرضيش بسيشيكمون، بسيشيكمون ما تتبقايش انت اللي تتقرري في حياتك. عاتو راه والله العظيم الا تمرضي اورغانيكمون زعما في لي زور لي اورغان ديالك وما تقيسكش شي حاجه للراس. والله العظيم اللي عندها الصحه النفسيه تحمد الله وتشكره وتحمد الله وتشكره وتحمد الله وتشكره. الغزالات ديالي كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله ويكون كل شيء مزيان. المهم اليوم كاين شويه ديال الريح ولكن المهم الجو زوين ماشي خايب ماشي ما كاينش البرد زعما ولا شي. قلت نخرج نضرب دويره نتمشى شي شويه. المهم ما بقاش ليا بزاف ونخرج. ايام معدوده ايام معدوده وغنخرج ان شاء الله ونشوف ان شاء الله روتيناتي انا والشعيبيه. الحمد لله ان ماما كاينه، كون ما كانتش ماما غيكون مشكله وحق الله. الحمد لله انها جات وكاين معايا خالي، حتى هو خالي وخالتي بقاو اش غنقول لكم، داروا معايا بزاف ديال الخير. ان شاء الله نرجعوا لهم في ساعه الخير. كانوا سبب من الاسباب اللي خلاني ما نديرش شي تصرف متهوره. لحقاش كنت متهوره جدا وكنت ما تنفكرش باغا نطير، كنت باغا نطير. والحمد لله ان امي جات ترجع لي المزاج وتستابيلي العكراختي في السنان. المهم معليش الحمد لله قلت لكم ان امي كاينه ترجع لي المزاج. يعني داكشي تقول لك والله يا بوك وما تجلسي تبتي تنوري البوك نوري البوك بغا نكري نوري البوك فين بغات تمشي جلس دارك جلس دارك. المهم الحمد لله الحمد لله على كل حال دازت عليا ماشي سهله ولكن المهم كلشي تيفوت. المهم الغزالات ديالي تهلاو ليا فراسكم وكنبوسكم بوسه كبيره وانتظروني من نرجع للدار. انتظروني انتظروني احبائي المتعبين. يعني الى كملتوا معنا الفيديو وصلتوا لهاد البلاصه كنتمنى تكون استمتعتوا بالمشاهده. كنتمنى منكم تبارطاجيو ديال القناه فضلا وليس امرا وتشجعوني باش نقدم لكم الجديد. وخليو لي تعليق خليو لي تعليق باش تطلبوا مني اش من ستوريات نجيب لكم، اش من مواضيع اللي كتعجبكم، واش الفنانين المصريين الفنانين المشاهير ديال السوشيال ميديا، اي موضوع بغيتوه او اي ستوريات بغيتو نزلو لكم في هاد القناه كنتمنى تحطوا لينا شي تعليق وتقولوها لينا والله حتى نديروها وندير لكم الخواطر ديالكم. الى اللقاء في شي فيديو اخرى او شي ستوري ديال شي مشهور اخر. الى اللقاء.